يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي الإمام قول ربنا ولك الحمد بعد التسميع فهل يسجد للسهو؟ لا، الصحيح والذي عليه الجمهور أن الإمام عليه أن يقول سمع الله لمن حمد. أما إذا قال ربنا ولك الحمد فهذا ليس بواجب عليه، لكنه أفضل وأحسن. نعم. يقول فضيلة الواجب على المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، والواجب على الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده. نعم.